دقات القلب تتصارع هنا والعيون تتفحص لائحة علها تجود بالاسم ضمن ركب الناجين من كبوة السقوط في امتحانات الباكالوريا، لتنطلق بعدها فرحة ما بعدها فرحة، وليتنفس التلاميذ السعداء بعد عام من الجهد والعطاء. والنموذج هنا من ثانوية أبي بكر الرازي بطنجة. على الصعيد نيابة طنجة أصيلة في جهة طنجة تطوان الحسيمة النسبة 44%، وحسب ما بلغني يعني في انتظار النتائج الرسمية أن نيابة طنجة أصيلة الآن يعني هي التي توجد المرتبة الأولى. لي رجلتا كان الحمد لله في مستوى، ويعني واخا كان ديك التمارين كاملة اللي دوزنا الحمد لله كل شيء مزيان في الآخر. الحمد لله نجحت بأسي بيان، مونسيون أسي بيان الحمد لله. كم كوا الخدمة سابي توجور. ما جابهاش الله، فهمتي، جبت استدراكية وكنتمنى من الدراري يعني تما اللي جابوا استدراكية ما يفشلوشي، فهمتي، وكانوا زعما امتحان كان في مستوى، ماشي شي حاجة اللي كانت صعيبة ولا غير، حنايا ما زيرناش راسنا صافي. وتجدر الإشارة إلى أن عمالة طنجة أصيلة قد تبوأت المرتبة الأولى في نسبة الناجحين، والتي بلغت في مجملها على الصعيد الوطني 45%، فهنيئا للناجحين وحدا أوفر للباقين، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.